صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. الناس موجودين ولا لسه في مشاكل فنية؟ لا هو كده شغال، بس الناس داخلة اهو ان شاء الله. إن شاء الله. دكتور هو كده الميتنج بيتسجل؟ كده الميتنج متسجل. انا قصدي يعني ان هو لسه على الفاضي يعني. هيبتدي حالا. تمام. كده ظهرت البرزنتيشن. أيوة يا دكتور. طيب احنا زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت على لو نفتكر على الفراكشر كلافيكل والفراكشر بروكسيمال هيوماس، فراكشر بروكسيمال هيوماس، واتكلمنا على ان الحاجات كلها، ان كل التروما سواء في الابر او في اللور في حاجات مشتركه ما بينهم، فكل مواضيع التروما لازم ناخد بالنا منها، بس احنا بنختلف على حسب المكان وعلى حسب المود اوف تروما نفسه اللي بيبقى كومن هنا ايه اكتر من هنا. يعني مثلا احنا دلوقتي هنبتدي نتكلم على الفراكشر شافت هيومس، بنتكلم بنفس اي موضوع تروما بنبتدي بالانسنس بتاعه، هل هو الموضوع ده كومن ولا مش كومن، ان احنا نشوفه كلمه بسيطه جدا بنعرف ان لا الموضوع ده بيأكونت 3% اوف اول بادي فراكشرز. يعني فراكشر بنشوفه وموجود، بس ما بين كل الكسور اللي في الجسم هو يمثل 3%. طيب دي بقى اهم حاجه في من اهم الحاجات في موضوع التروما، ان انا افهم زي ما قلنا قبل كده الابلايد اناتومي. الابلايد اناتومي ان انا زي ما قلنا ان انا في المحاضره الجنرال، ان لو محاضره الجنرال في دماغي كويس والاناتومي بتاع المكان ده كويس في دماغي، هجاوب في كسر انا ما سمعتش عنه خالص، هتكلم على 80 ل 90% من الكسر دوت واتكلم كلام مظبوط، وانا ما قريتش عن الكسر ده حاجه، بس في دماغي الاناتومي بتاعه وفي دماغي محاضره الجنرال. فاحنا مثلا اهم حاجه في الفراكشر شافت اوف ذا هيومس، احنا خلصنا البروكسيمال، الحته البروكسيمال، نزلنا بقى على الشافت، ان هي ايه؟ ريديال نيرف. ريديال نيرف ده بيعدي في السبايرال جروف في البوستيريور اسبكت اوف ذا ميدل اوف ذا هيومرس. في البوستيريور اسبكت اوف ذا هيومرس بيعدي ايه؟ الالنر نيرف، وده ليه صوره هنشوفها هنا كده، ان هو بيعدي في الحته دي كده من ميديال للاترال في السبايرال جروف. فما عيان بيجي له فراكشر هيومرس زي ما احنا شايفين ان البون اندز دي الابر واللور بون اندز ممكن تعمل many types of injury للراديال نيرف، many types، ممكن تعمل فيه compression، ممكن تعمل فيه laceration، ممكن تقطعه complete axonotomesis، فدي حاجات كلها ممكن تحصل للراديال نيرف fracture humerus، fracture shaft of the humerus. عشان كده أول حاجة بهتم، من أوائل الحاجات اللي بهتم بيها العيان fracture humerus، أتشيك الراديال نيرف. حد يقدر يقول لي إزاي بقدر ديتكت العيان ده عنده راديال نيرف injury؟ هو ايديال نيرف ده بيسبلاي اكستنسورز ولا فليكسورز؟ مينلي هو من ها حد يعرف؟ بصراحة مش متأكد. طيب
نفتكر كده شوية الاناتومي، ان ريديال نيرف دوت بيعدي في البوستيريور. البوستيريور دي يعني ايه؟ يعني الترايسبس، ترايسبس ماسلز. الترايسبس ماسلز بتعمل فليكشن ولا اكستنشن؟ اكستنشن. يعني هو مينلي سبلاي، انا بجيبها لكم بالتقريب، ان هو مينلي بيسبلاي الاكستنسورز، سواء بقى الاكستنسر الاكستنشن بتاع الالبو او الاكستنسور بتاع الريست. فما بيحصل ايديال نيرف انجي، اما بيحصل ايديال نيرف انجي، العيان بيلوس ايه؟ الاكستنشن. طيب الاكستنشن بتاع، طبعا الالبو بيبقى العيان في المنظر ده كده في الصوره اللي انتوا شايفينها دي، ما بقدرش اشوف ان في اكستنشن في القلب ولا لا. ما هو مش منطقي ان واحد الهيوماس مكسور اقول له اتني كوعك وفادو اشوف التايسبس شغاله ولا لا، ما هو مش هيقدر طبعا حتى لو الايديال نيرف سليم. فبشوف حاجه تانية، ودي حاجه مهمه بسبوت دياجنوزيس كده، تخليني اول ما بشوف العيان اني بلاقي ريست دوب انيبل تو دو ريست اكستنشن، بلاقي ريست دوب. دي الكلمه دي ناخد بالنا منها جدا يا شباب، ان الكلمه دي اهم حاجه في ايديال نيرف انجي. لما اقول لك دخلت كده الامرجنسي روم عيان عنده فراكشر هيوماس، اول حاجه هتبص عليها ايه؟ هتخليك تقول ان ده ايديال نيرف انجي، تلاقي عنده ريست دوب انيبل تو دو اكتيف اكستنشن اوف ذا ريست. فكده معناها ان عنده ايديال نيرف انجي، دي حاجه كده مهمه قلناها. طبعا الديفورميتي زي ما قلنا ان بيحصل ديفورميتي، الديفورميتي ليها عوامل كتيره جدا، بتعتمد على الجرافيتي، بتعتمد على المود اوف تروما، بتعتمد على المسل اكشن. طيب قسمنا بقى الفراكشر هيوماس للمسل اتاتشمنت، هي على حسب مكانها، بمعنى ان لو الهيوماس قسموه لحته بروكسيمال وحته ديستال، بروكسيمال وديستال، ابر ولور. لو حصل بلو سيرجيكال نيك اوف ذا هيوماس او في الميدل ثيرد او بلو ذا دلتويد تيوبوستي، يعني انا عندي ثلاثه سايتس في البروكسيمال فراجمنت، في بتحصل لها ابدكشن، في لو هو بلو سيرجيكال نيك اوف ذا هيوماس هيحصل لها ابدكشن بالسوبر سباينيتس. الحته الديستال البكتوراليز هي اللي هتعمل لها ادكشن، يبقى في حته اما بيحصل الكاسه تحت السيرجيكال نيك على طول، اللي هو تحت الجزء اللي احنا خدناه لما خلصنا عنه المره اللي فاتت، هيحصل له ايه؟ الحته اللي بلو سيرجيكال نيك هتبقى ابدكتد بالبوكس، البروكسيمال هيبقى ابدكتد، والحته الديستال اللي هي اللي هو هتبقى ابدكتد. طب في الميدل ثيرد هيحصل العكس، هيحصل العكس، هيحصل ادكشن. ليه بقى؟ لان فيها ابورد اكشن للبكتواليز ميجور، البكتواليز ميجور اللي هي كانت ادكت اوف هي اللي هتشتغل دلوقتي في الميدل، لانها كانت ديستال كانت في اللور، دلوقتي في الميدل بقت هي الابر، فهتشتغل ايه؟ تعمل لي ادكشن وتبولد ابورد، يعني تشد قدام التندم بتاع البكتواليز ميجور. في حين هيحصل ابدكشن للحته الديستال بالدلتويد، الدلتويد. طيب لو حصل تحت الدلتويد، الدلتويد هي اللي بقت ايه؟ بدل ما كانت هي اللور الديستال بقت هي الابر، هيحصل لها ابدكشن بالدلتويد، والحته الديستال هتبقى ايه؟ ادكتد اند بولد باي كواكو باكياليز ماسل. يبقى دي كده نفهم الميكانيزم اوف ديفورميتي بتحصل ازاي، ليه الشكل دوت احنا بنشوفه، ليه الشكل الديفورميتي دي احنا بنشوفه، ليه دي بقت ادكتد كده والحته الديستال بقت ابدكتد. فهمنا؟ يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على الفراكشر هيوماس بميكانيزم اوف انجري، في دايركت وفي اندايركت وفي باثولوجيكال بروسيس. زي ما قلنا فول اونتو اوت ستريتشد هاند دي بتبقى كومن في حاجات، بتبقى هي ساعات بتبقى هي نمبر 1 وساعات بتبقى نمبر 2 ساعات بتبقى نمبر 3. في الفراكشر هيوماس الكومنست كوز هو الدايركت تروما، مش فول اون اوت ستيتشد هاند. هو الفول اون اوت ستيتشد هاند ده ممكن يكسر اي عظمه في الابر ليم من اول الكلافيكل لحد ايديس لحد ايديس والهاند، الديستال ايديس والهاند. ف دي ميكانيزم واضحه، بس هي ايه الكومن؟ القصه كلها ايه الكومن؟ الفراكشر شافت هيوماس كومن انه يجيله دايركت تروما، ان في خبطه
بهارد اوبجكت او امباكشن جامد حصل على الهيومرس عشان يكسره. ممكن يتكسر فولن اوت ستيتشد هاند او تويستنج فورس ان حصل التواء جامد، ودي بنشوفها في الارم ريسلرز اللي بيلعبوا ريست، ودي شفناها ان ناس بتلعب ريست من قوه الماسل فورس بتاعتها والتويست اللي حصل وهم بيلعبوا ريست مع بعض ان واحد كسر للتاني الهيومرس. الباثولوجيكال بروسيس دي برضه كومان، دي في اي عظمه برضه دي ممكن تتكسر باثولوجيكال، اي عظمه ممكن تتكسر باثولوجيكال، سواء بقى الباثولوجي دي كانت انفلاميشن اوستيومايلايتس مالجنسي بناين اي حاجه، يبقى الباثولوجيكال بروسيس. باجي بقى على الكلينيكال ايفالويشن، باخد منه الهيستوري اللي احنا عارفينه، الراجل ده هل حصل له موتور كار اكسيدنت او ترافيك اكسيدنت، كان في دايركت تروما حصل، في مشاجره حصلت، في كلام من ده، بفهم بطبيعه الحال، بقدر اكون فكره، لان انا لو فاهم الميكانيزم اوف انجري بقدر اوصل واقرب كل الحاجات دي كلها بتخليني اوصل للدياجنوز المظبوط. فباخد الهيستوري بس سيمتومز كلها بتتفق ان يبقى في بين، في لوس اوف فانكشن. الساينز بشوف فيه تندنس، بشوف فيه ديفورميتي. الكيرفول اكزامينيشن اوف نيورو فاسكولا، ودي اللي قلناها مهمه جدا 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 في اي كسر، ان انا اعمل نيورو فاسكولا اكزامينيشن، جود نيورو فاسكولا اكزامينيشن، ان لازم اتاكد ان الكسر ده ما عملش اي كومبليكيشن على النيورو فاسكولا سراوند النيورو فاسكولا استراكشر. عشان كده لازم اكون فاهم الاناتومي ثم الاناتومي ثم الاناتومي بتاع المنطقه، عشان ابقى فاهم انا بعمل ايه وفاهم انا عايز اشوف ايه. دي بقى السلايد اللي احنا شفناها، اللي احنا عندنا الفراكشر هيومرس اهو، عيان في الامرجنسي روم في الطوارئ جه بدايركت تروما جاله فراكشر هيومرس، وزي ما احنا شايفين الريديال نيرف عدى، هل الريديال نيرف هيبقى محظوظ ومش هيجي له حاجه والعيان ده مش هيجي له ريديال نيرف، ولا هيجي له؟ دي ما بتبانش الا اما بالاكزامينيشن، قبل ما ببعت العيان يعمل اكس اي وقبل ما بعمل اي حاجه، اول حاجه ببص عليها ريديال نيرف. وزي ما قلنا بنبص على ريديال نيرف بالايه، افتكر دايما ان ريديال نيرف بيعدي في البوستيريو بتاع الهيومرس من في السبايرال جوف من الميديال لللاترال، من الميديال لللاترال. فزي ما احنا الصوره دي تتحفظ كده في دماغنا يا شباب عشان ايه نبقى فاكرينها كويس قوي. وبشوف بيه ان احنا بشوف بالاكزامينيشن الاقي العيان عنده هيست دوب، افتكر دايما البوستيريو اسبيكت اوف ذا هيومرس يعني اكستنسور، اكستنسور يعني بيحصل دوب لهيست او هيست دوب. فراكشر شافت اوف ذا هيومرس بشوف فيه في الانفستيجيشن بتاعته ايه، بالبلين اكس اي، بالانتروبوستيريو فيو، لاترال فيو، لازم اشوف تو فيوز عشان اقدر احدد الديسبليسمنت ازاي، اشوف انتوبستيريو لاترال فيو على الاقل انتوبستيريو لاترال، ممكن اطلب اديشنال فيو اكزيلي او لا، سي تي سكان او بون سكان وام اي، ده لو في باثولوجي، عاده ما بطلبوش وما بحتاجوش في الفراكشر شافت اوف ذا هيومرس. لو في باثولوجي يعني لو في باثولوجيكال فراكشر، فمحتاج بقى اشوف الباثولوجي دي عمقها والاكستنشن بتاعها قد ايه في الهيومرس، واخده قد ايه من السوفت تيش اللي حواليها، فبشوف بطلب سي تي سكان بون سكان ام اي. الكلاسيفيكيشن ببقى عارف ان في حاجه اسمها ديسكريبتيف كلاسيفيكيشن، هل الكسر ده كلوزد ولا اوبن، وزي ما قلنا الاوبن فراكشر يعني الفراكشر هيماتوما كونتينوس وذ اكسترنال انفايرمنت، وده ليه مشاكله بالكومبليكيشن اللي احنا قلناها قبل كده في محاضره الجنرال، يبقى هل هو اوبن ولا كلوزد، مكانه فين، بروكسيمال ميدل ولا في الديستال، الكسر نفسه هل سيمبل ولا كومنيوشن، ترانسفيرس زي ده كده ولا يعني ده كسر فراكشر ترانسفيرس شكله كده ترانسفيرس مفيش كومنيوشن، سيمبل مفيش اوبن، زي ما انتم شايفين السكين اهو انتكت، يعني انا لو بعلق على دوت بقسم الكلاسيفيكيشن ده بطبقه على هذا البيشنت اهو، يبقى الكسر ده ايه تقريبا في الميدل شافت اوف ذا هيومرس، ترانسفيرس سيمبل كلوزد، يبقى انا كده وصفت الكسر بتاع الهيومرس كويس قوي. ابتدي بقى اعالجه ازاي، زي ما قلنا اي فراكشر يا اما نان اوبراتيف يا اوبراتيف. لحسن الحظ ان معظم الكسر الفراكشرز اوف ذا هيومرس المين رول اوف تريتمنت بتاعها هو
الكونسيرفاتيف تريتمنت ده بينطبق على اكتر من 90% من الحالات. بعمل ايه؟ اول حاجه بعمل لهم هانجينج كوست. هانجينج كوست، الهانجينج كوست ده بعمله فكرته ايه؟ هانجينج كوست ان انا بجيب الكوست، بعمل جبس في المنطقه دي وبوصله لحد ايه، لحد الهاند في زاويه 90 درجه، واعتمد ان الويب بتاع الليمب اما يبقى عيني يبقى قاعد ابايت، ان الويب بتاع الليمب والويب بتاع الكوست اللي على الليمب بتاعي اللي انا حاطه يعدل لي الديفورميتي دي، يصلح الديفورميتي ويخلي العظمه تبقى لايند قصاد بعضها، ويخلي العظمه تبقى لايند قصاد بعضها بالشكل ده كده اللي احنا شايفينه ده هانجينج كوست، ان هو صلح الديفورميتي بان هو عمل كوست كده، فالويت بتاع الليمب مع الويت بتاع الكوست في الاتجاه دوت يصلح لي ايه الديفورميتي ويخلي البون الاينمنت كويس. او ان اعمل له حاجه اسمها ارم تو شيست باندج، ارم تو شيست باندج حاجه زي كده، ارم تو شيست دي برضو دي كلها وسائل اللي هي العلاج الكونسيرفاتيف التحفظي في حالات الفراكشر هيوماس. او انه يلبس بيس، بيس زي ده، ده اسمه هيومال بيس. يبقى انا عندي فانكشنال بيسنج، ده الكونسيرفاتيف تريتمنت، فانكشنال بيسنج، ارم تو شيست، هانجينج كوست. احفظ الثلاث حاجات دول. طيب الاوبراتيف، الاوبراتيف ايه الانديكيشن اوف اوبراتيف؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في محاضره الجنرال اللي هي الانديكيشن بتاع الانترنال فيكسيشن، ان هو ايه؟ انه يحصل عن لو في ايرلي انديكيشن، لو في فاسكولار انجي، لو نيديال نيرف في انجي، ده ممكن يبقى ايلاتيف انديكيشن. ايلاتيف انديكيشن نيديال نيرف حصل له امبنجمنت او بقى كراجد في الكلام ده، فانا لازم اعمل ادسكت نيديال نيرف واعمل له اكسبلويشن واقدر اسلك نيديال نيرف من الكومبريشن دوت، وبالتالي اقدر احط انترنال فيكسيشن. هل في سوفت تيشو انتر بوزيشن؟ دي كلمه مهمه جدا، لان الحته دي اتش ان ماسلز، ان في ماسلز دخلت ما بين الكسر. طب ودي اعرفها ازاي؟ ماسل او سوفت تيشو وات ايفر دخل بتوين ذا تو اندز اوف ذا فراكشر، فده يمنع لي ان يحصل هيلينج. ما طبيعي ان عشان يحصل هيلينج لاي عظمه لازم التو سايدز اوف ذا فراكشر يبقوا ان كونتاكت مع بعض. طيب لو في سوفت تيشو دخل لي هنا في الجزء ده، هل ممكن العظمه تلتئم؟ مستحيل. هتلتئم ازاي؟ في حاجز او حائل موجود ما بين ذا تو اندز، فعمرها ما هتلتئم، لازم اشيل السوفت تيشو ده. طب انت ازاي عرفت ان في سوفت تيشو دخل انتربوزيشن؟ ان الكسر ما بيحصلوش ريدكشن كويس، البون اندز مش الايند كويسه، فما البون اند ده بعد ما عملت له مثلا هانجنج كاست وصورت له اكس اي ولقيت الكسر ديسبليز بعيد عن بعضه، فده معناها ان في سوفت تيشو انتربوزيشن، فبالتالي ده مش هيدام الانديكيشن ان انا اعمل انترنال فيكسيشن. الانديكيشن ان انا اعمل انترنال فيكسيشن، الانترنال فيكسيشن بيبقى بايه؟ يا اما ببليتو سكوز ويتش از كومن، او انت مدلاي نيل، انت مدلاي نيل. دي اكس اي، لو بنعمل كده كومنتي على الاكس اي دي هنقول ايه؟ زي ما احنا قلنا لو نفتكر في المحاضره اللي فاتت، ان احنا لما باجي اعمل كومنت على اي سلايد ببص، ما ببصش على العظمه نفسها قد ما ببص على اللي حواليها، لان اللي حواليها هو اللي هيخليني اقول هي ايه. اللي حواليها، انا لقيت عظمه واحده قدامي، عظمه واحده قدامي، يبقى انا في دماغي كده حاجه من الاثنين، يا بتعامل مع هيوماس يا بتعامل مع فيما. ما هو ده المكان اللي فيه عظمه واحده، الفور ارم فيه عظمتين ايديس والنا، الليج او فيها عظمتين التيبيا والفيبيولا، فانا قدامي صوره فيها عظمه واحده، يبقى انا كده يا هيوماس يا ايه يا فيما. طيب ده شكل ايه كده؟ هل ده شكل بلفس واسيتابولم ولا سكابولا وجلينويد؟ هل العظمه دي كده تمشي فيما؟ لا، دي ما تمشيش الا هيوماس، وده يمشي
جلينويد وده شولدر جوينت، يبقى ده الشولدر جوينت اهو، دي الهيد اوف ذا هيومرس وده السيرجيكال نيك، وهنا الاناتوميكال نيك اللي هو تحت الهيد على طول، وده السيرجيكال نيك هنا، وبعد كده الشافت اوف ذا هيومرس بتاعتنا ومعاها بليت اند سكروز. يبقى دي اما بنيجي اعمل كومنت على اكس اي زي او البلين اكس اي شوينج فراكشر هيومرس فيكسد باي بليت اند سكروز. ده كان كسر فراكشر في الهيومرس زي ما انتم شايفين، في واضح من الفراكشر سايت اللي هو هنا ده ان في نسبه سام سورت اوف كومينيوشن حصل، وان هو تم تثبيته ببليت اند سكروز. نفس القصه اهي، دي اوضح بقى، يعني دي عظمه هنا، يعني هنا اقدر استدليت عليها بان هو مش مبين لي قوي الشيست والحته اللي هي بتاعت الايه الشيست والسكابولا كويس، فباينه، فانا جبتها بالشبه كده ان ده هيومرس فيكس باي بليت سكورز. طيب ده انا بقى ده اوضح، دي اوضح بكتير، لان هو جايب لك بقى هيبس، انت شايف هنا في الجنب هنا هيبس، جاي شايف هنا سكابولا، شايف هيومرس اهي فيكس باي ايه انتر لوكينج نيل. وزي ما قلنا الفرق بين الانتر لوكينج والانتر مضله ايه، الانتر لوكينج الاثنين بيبقوا جوه المضله، بس في واحد فيهم بنخش بمسامير بالعرض في المسمار عشان نمنع روتيشن، وفي واحد تاني لا بيبقى بس هو جوه العظمه ما يمنعش روتيشن. فعشان كده كل الجينيريشنز اللي نازله الجديده من الانتر ميدالاي فيكسيشن كلها انتر لوكينج نيل، هما الاثنين انتر ميدالاي في المظله، بس وانس ان بقى في سكروز بالعرض شفتها يبقى اقول عليه انتر لوكينج، ما لقيتش السكروز دي اقول انتر ميدالاي. دكتور كده حد عنده الانتر بوزيشن الايه الانتر ميدالري نيل بنستخدمها حاله لو في انتر بوزيشن او ريدن او نيرف انجري يعني بشكل عام؟ لا، الانتر ميدالري فيكسيشن ده من الاوبراتيف ولا من الكونسرفاتيف؟ اوبراتيف. اوبراتيف يعني ده من الاختيارات اللي قدامي في السيرجري، يعني انا مش عشان العيان عنده سوفت تيشو انت بوزيشن يعني هعمل له، لا انا هعالجه سيرجيكال، سواء بقى هحط له انتر لوكينج او هعمل له بليت وسكروز، ده على حسب الكسر بتاع طبيعه الكسر، وعلى حسب العيان، وعلى حسب حاجات تانية كتير جدا. يعني دي اختيارات، زي ما انا كده عندي اختيارات في الكونسرفاتيف ان انا اعالجه بهانجنج كاست او بارمتو شيست او بفانكشنال بيسنج، دي اختيارات كونسرفاتيف. الاختيارات الاوبراتيف ايه؟ بليتو سكوز او انت لوكينج نيل، ده اختيار، ده تشويس انا بختاره على حسب الحاله، بس ايه ده اختيارات من الاختيارات اللي هو السيرجيكال بس، لكن هو مش عشان حاجه بحط له كذا، لا هو العيان ده هعمله لو عنده سوفت تيشو انت بوزيشن يعني انا هعمل له سيرجري، ده من الانديكيشن اوف سيرجري. ليه؟ لان هتمنع ريدكشن، فلازم اخش اشيل السوفت تيشو ده عشان اخلي البون كونتاكت مع بعض، وساعتها احط بقى وات ايفر، احط انتر لوكينج، هحط بليت وسكروز، دي مش هتفرق معايا. المهم في الاخر ان انا عالجته كونسرفاتيف، سمحت ان بقى فيه بون، البون اند بقت عند بعضها، بقت فيه جود كورتيكال كونتاكت في البون اند، تو سايدز اوف ذا فراكشر ان كونتاكت مع بعضهم، سواء في الانتر لوكينج او في البليتو سكوز، بقى فيش اي حاجه واقفه في الوسط ما بينهم الاثنين، فبالتالي الهيلينج يبقى ايه؟ يحصل عنده كده فرصه انه يحصل بدون كومبليكيشن. طيب لو جيت اتكلم على الكومبليكيشن اوف ذا شافت اوف ذا هيومرس، زي ما قلنا ان يحصل اول حاجه خالص اهو ايديال نيرف انجري او ديليد يونيون او مال يونيون. ديليد يبقى في تاخر خد وقت طويل، او مال يونيون ان هو لحم في بوزيشن اوف ديفورميتي، حصل يونيون بوزيشن اوف ديفورميتي. نتكلم بقى، في حد عنده سؤال في الفراكشر هيومرس؟ سؤال يا دكتور، هو ممكن بعد ما يتجبس ممكن البون يحصل له سيبريشن تاني؟ طبعا.
طب ايه اللي ممكن يعمل حاجه زي كده؟ لا ما هو اللي يعمل حاجه زي كده دي حاجات كتيره قوي، يعني زي ما قلنا ان الكاسه فيه كسور بطبيعتها انستيبل انستيبل، عشان كده اما بنيجي نوصف الكاسه بقول لك ليه فراكشر وليه ترانسفيرس وليه اوبليك، لان كل ما الكاسه بقى اللاين بتاعه مائل فده بيخلي حتى البون اند ممكن تتحرك قصاد بعض، يعني يحصل يعني كاسه زي ده مثلا، هل ده ترانسفيرس ولا اوبليك؟ ده اوبليك. اوبليك. مشكله الاوبليك ده ان التو سايدز دول ممكن يتحركوا على بعض، يعني الكسر ده كان مانج كونسرفاتيف والجود بوزيشن، بس اللي حصل نتيجه ده ان اتحركوا ما بقوش قصاد بعض، اتزحلقوا بالبلدي كده، ان حصل سلايدنج ان الحته دي راحت كده ودي راحت كده. ليه؟ عشان الكسر اوبليك، فده كسر كان تعالج كونسيرفاتيف وحصل له بعد كده في الفولو اب ان هو التو اندز اتحركوا قصاد بعض. عشان كده اما بنقول بوصف الكسر كويس عشان ابقى في دماغي كده، انا لما بيجي عيان وبعالجه كونسيرفاتيف وحطيته ولقيت العظم كويس راجع قصاد بعضه، ما بقولوش السلام عليكم لحد ايه ما خلاص انت كده خفيت، لا بقول له لا لازم يبقى في فولو اب ويكلي اون ويكلي بيزس، كل اسبوع بنيجي ونعمل اكس راي ونطمن ان التو بون اندز دول ما حصل لهمش سلايدنج وما اتحركوش قصاد بعض. لو حصل لازم اعمله ساعتها دام الانديكيشن اوف انترنال فيكسيشن ان الكسر ده انستيبل غير مستقر. حد عنده سؤال تاني؟ تمام. طيب هنتكلم بقى على موضوع مهم جدا 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 في الابر ليمب تورن، موضوع لا يخلو منه اي امتحان، سواء بقى الامتحان ده كان سلايد، امتحان شفوي، امتحان هيتن، ام سي كيو، موضوع مهم جدا جدا جدا، يعني صعب امتحان يجي في العظم ما يتكلمش على الشولدر ديسلوكيشن. الشولدر ديسلوكيشن زي ما اتكلمنا في محاضره الجنرال ان كلمه ديسلوكيشن اما اجي في دماغي كده قدام اوتوماتيك على ديسلوكيشن يعني جوينت، فراكشر يعني بون بس، وفراكشر ديسلوكيشن يعني الاثنين مع بعض. فالشولدر ديسلوكيشن، الشولدر ده ابقى فاهم ايه هو الشولدر الاول، يعني وات از ذا شولدر جوينت، وات از ذا شولدر جوينت. شولدر جوينت ده ايه؟ ذا ارتكوليشن بنقول عليه بول اند سوكت، بول اللي هي دي الهيد وسوكت اللي هي الايه الكوبايه بتاعتها اللي هي الجلينويد اوف ذا سكابولا مع الهيد اوف ذا هيومرس، يبقى ده كلمة شولدر جوينت. أما بقول شولدر جوينت يعني كده. طيب يعني إيه ديسلوكيشن؟ ديسلوكيشن يعني كومبليت لوس أوف كونتاكت بتوين تو أرتيكولار سيرفيس. لو جيت طبقته على الشولدر يعني إيه؟ كومبليت لوس أوف كونتاكت بتوين ذا هيد أند جلينويد. كده بقى اسمه إيه؟ شولدر ديسلوكيشن. ده معنى كلمة شولدر ديسلوكيشن. إن بقى في كومبليت لوس أوف كونتاكت. اللي هو خلع الكتف ده most common dislocation بيحصل في الجسم كله، most common dislocation occurs in the whole body dislocation. يعني لو بقول لك في سؤال MCQ اللي هو the commonest joint to be dislocated وكتبت لك humerus elbow hip knee تختار ايه؟ قصدي shoulder elbow hip knee تختار ايه؟ shoulder automatic وانت مغمض، يبقى الشولدر ذا كومن ديسلوكيشن اوف ذا هول بودي. بيحصل في انهي اتجاه؟ اما بوصف اي حاجه بوصفها من اتجاهها الحته الديستال، لا اما بيتحرك انتيو يا اما بوستيو او سوبيو او انفيو. فهو قالوا ان الديسلوكيشن الانتيو هو لا الكومنست ديسلوكيشن اوف ذا شولدر، يعني الشولدر كومنست ديسلوكيتد جوينت ان ذا بودي، والكومن تايب اوف ديسلوكيشن انتيو ديسلوكيشن. دي معلومه كده تبقى في دماغنا في اي شولدر جوينت ديسلوكيشن، اما اقول اوتوماتيك شولدر جوينت ديسلوكيشن يعني يعني كومنست ان هو ذا كومنست جوينت تو بي ديسلوكيتد ان ذا بودي وذا كومن تايب از انتيو. دي كلمتين كده يبقوا في دماغنا في الشولدر ديسلوكيشن، عشان في جوينت تانية هتلاقيها مختلفه فاحنا نركز دلوقتي في الشولدر. فلازم اعرف ان هو الشولدر جوينت ايه اللي خلاه كومنست ديسلوكيتد جوينت في البادي،
ان هو في وايد رينج اوف موشن، وايد رينج اوف موشن. الشول ده عشان بيعتمد الاكتيفيتي بتاعتنا بتعتمد عليه بشكل كبير جدا، ومدى رينج الحركه بتاعتنا اللي بنحتاجه في حياتنا اليوميه، فربنا خلقه انه يسمح له بمدى حركه عالي جدا، مدى حركه عالي جدا. مدى الحركه العالي ده خلى الاستابيليتي بتاعته تعتمد على ايه؟ الليجامنت مش البون. يعني زي ما انتم شايفين ان الشولدر جوينت الهيد دي مع ده، هل دي الحته دي كده ديب انها محتويه الهيد ولا شالو سطحيه؟ شالو شالو، وده مطلوب. ليه؟ لان لو الحته دي ديب الشولدر مش هيتحرك كويس، مش هنقدر نرفع ايدينا لفوق ونوصلها لايه للباك اوف ذا شيست من ورا، مش هنقدر نعمل مدى الحركه العالي ده. يعني لو جينا مفصل زي الهيب، ما الهيب برضه بول اند سوكت، يعني برضه هيد وفيها سوكت اللي هو البول اللي هي الهيد بتاع الهيد اوف ذا فيما، والبول اللي هي السوكت بتاعه الاستابلم. بس هتلاقوا ان الهيد غطسه جوه الاستابلم، داخله جوه عشان تدي ايه ده بقى. هنا انا عايز استابيليتي لان دي اللي هتشيل جسم البني ادم، لكن ده انا عايز رينج اوف موشن بتاعه. فدي من حكمه ربنا ان هو المفصل ده يبقى مدى الحركه بتاعه عالي جدا. الاستابيليتي كلها بتعتمد على الليجمنت اللي ماسكه فيه والحاجات الاستراكشرز الانتنس ستراكشرز والسوفت تيشو اللي حوالين الشولدر. فعشان كده هو ذا كومونست ديسلوكيتد جوينت. في البادي lack of muscular and ligamental support lacks capsule shallow glenoid inhalation to the head of the surface. هنا بقى الاجزله ينف liable to be injured. الاجزله ينف زيه زي مين لو نفتكر؟ مين اللي الاجزله ينف liable to be injured؟ البروكسيمال هيومرس فراكشر. المحاضره اللي فاتت ان البروكسيمال هيومرس فراكشر الكل حته ليها النيرف انجري بتاعها، فالبروكسيمال هيومرس كل ما طلعت فوق بقيت ناحيه الاجزله، نزلت ابتديت بقى تنزل على راديال نيرف. يعني احنا فوق بنتكلم دلوقتي على الشولدر ديسلوكيشن اللي هو الايه، ان هو اجزله نيرف لايبل تو بي انجرد. طيب العيان ده بعمل له ايه؟ بشخصه ازاي؟ ده بيجي بالمنظر ده. المنظر ده ايه؟ ده اللي هو position of external rotation extreme external. انا عملت external rotation عنيف جدا للهيد فطلعت من مكانها، فالهيد كده dislocated من مكانها بقت هنا anterior. فالexternal rotation يعني لو لفيت الدراع لبره هتلاقوا الهيد، لو حد حط ايده كده على كتفه هيلاقي الهيد بتتحرك معاه لقدام، بتلف لقدام. لو عملتها لورا حطيت ايديا ورا ظهري انا كده بعمل internal rotation، يبقى ده position of external rotation. بعمل له anterior view، بعمل له lateral view، axillary view، CT scan لو انا عندي articular fracture، والبون سكان والMRI بطلبه في حالات بقى هنشوفها بعد كده. الMRI بيبين اكتر السوفت تيشو، لازم نبقى عارفين الموضوع ده ان انا الفائق من السي تي والMRI. السي تي بيركز على البون اكتر، الMRI بيبين السوفت تيشو اكتر. فانا بحب اطمن على الاستابيليتي بتاعت حاجه بشوفها بقيمها كبون وكسوفت تيشو، ما بقيمش بون بس ومن غير السوفت تيشو. فالMRI بيبين لي السوفت تيشو استراكشرز بتاعتي زي ما احنا شايفين اهو. ده الشولدر جوينت، ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ ده بقى ده اللي احنا كنا بنقوله في الديفينيشن بتاعنا في الاول، الديسلوكيشن complete loss of contact between two articular surfaces. السبلكسيشن ده partial loss of contact. هل هنا في complete loss of contact ولا لا؟ اه طبعا الهيد اهي، الفيو ده بالمناسبه اسمه اكزيلاري فيو. اكزيلاري فيو ليه طريقه وبوزيشن معين. ادي اهي الهيد اوف ذا هيومرس لوحدها خالص، وادي الجلينويد اهي لوحدها خالص.
يبقى دي الجلينويد وادي الهيد. دي اللي بتحدد لي دو... اتفضل. في الحاله دي يبقى الروزيتور كافس اتقطعت ولا لا؟ هو دي من الحاجات الليابل تو بي انجر، دي من دي من الكومبليكيشن، ودي لسه هنجلها، دي لسه هنجلها من الكومبليكيشن. انا ممكن يحصل انجل لوتيتور كاف، ممكن يحصل انجل الاكزيلاري نيرف، ممكن يحصل انجل لحاجه اسمها الجلينويد لابام. لابام لابام ده بيبقى فايبرو كارتليج لافف حوالين الجلينويد داير ما يدور. الليبام حاجه اسمها الليبام، الليبام ده بيبقى لافف حوالين الجلينويد داير ما يدور، وده بيخلي الجلينويد سام سورت ديب، بيخليها غويطة شوية، فالهيد تعرف تنام جوه. فدي من العوامل الستابلايزنج ستراكشرز، ودي ممكن لما بيحصل فيها مشكلة بيحصل بعد كده ريبيتد او ريكانت شولدر ديسلوكيشن، العيان يجيله خلع متكرر في الكتف. ليه؟ لان حصل انجل لابام جلنويد، ودي هنشوفها بعد شوية. بس دلوقتي بعرف في الانتيريور شولدر ديسلوكيشن، بعالج دلوقتي شولدر اكيوت شولدر ديسلوكيشن مش ريكانت شولدر ديسلوكيشن الاكيوت. فزي ما قلنا الانتيريور شولدر ديسلوكيشن بعمل له ايه؟ بعالجه ازاي؟ بعمل له ريدكشن اندر جنرال انستيزيا. ليه جنرال انستيزيا؟ عشان المسلز تبقى لاكس، ما يبقاش العيان المسل في تنشن، ما يبقاش العيان في سيفي بين، لانه بيبقى في بينفول. فكوخه ليها تكنيك معين، تكنيك ان انا بعمل زي ما انتم شايفين كده، بعمل ايه؟ تراكشن لتحت، اكسترنال روتيشن، ادكشن، انترنال روتيشن. شايفين التتابع ده؟ تراكشن لتحت، بزق تحت، اكسترنال روتيشن، بحاول ارجع الهيد تاني، بخليها تحت المكان بتاعها، بقربها، ادكشن، internal rotation. وهل دي ليها ميكانيزم؟ ليها ميكانيزم، ان انا بعمل تراكشن، بعمل فليكشن للالبو اتايت انجل واستراكشن اوف ذا لاين اوف ذا هيومرس، بعمل external rotation بينج ذا هيد اوف ذا هيومرس، في تبقى قدام، تبقى فورورد بصل قدام، وبعد كده بعمل الالبو ادكشن عشان اديس انجيج ذا هيومرال هيد، بعمل لها ادكشن تقدر تيجي قدام الجلينويد، وبعد كده انترنال روتيشن اقوم مدخلها في الجلينويد، كاني بالظبط بعمل لها عمليه ولاده، كاني بولد الهيد ارجعها مكانها تاني. ايه ليه الايه تبقى قدام الجلينويد؟ كانها بعمل لها ديليفري ولاده بالظبط، بعمل تراكشن اكسترنال روتيشن، بعد كده ادكشن انترنال روتيشن. دي التتابع اللي انا بعمل بيه بنفس الصوره دي كده، تراكشن اكسترنال روتيشن، ادكشن انترنال روتيشن. بعد ما بعمل الكلام ده بيتحط في سلينج في 3 to 4 weeks. ده ليه بقى؟ عشان يحصل سوفت تيشو كويس هيلينج، يحصل سوفت تيشو هيلينج. عشان يحصل ديسلوكيشن لازم بيبقى حصل انجي للكبسول، حصل انجي للجلينويد، حصل انجي، ممكن يكون حصل انجي على حسب الروتيتور كاف اللي حواليها او الاستراكشرز اللي حواليها ولا لا، فبديها فرصه انها تهيل، انها تهيل. فبعمل ايه؟ فبعمل له اللي هو ايه؟ سلينج، ويبقى يعمل سلينج 3 to 4 weeks، وبعدها يبتدي ايه باسيف رينج اوف موفمنت، يبتدي يعمل رينج موشن، يحسن الموشن، بقى افويد الابدكشن والاكسترنال روتيشن، بقى افويد الابدكشن والاكسترنال روتيشن، عشان دي البوزيشن ده ممكن يعمل له، ما بيبقاش حصل سوفت تيشو كفايه، فالبوزيشن ده ممكن يعمل لودنج جامد قوي يخلي الشولدر يديسلوكيت تاني. طيب ايه الكومبليكيشن اوف شولدر ديسلوكيشن؟ اول حاجه زي ما قلنا ده هو كومنست ديسلوكيتد جوينت ان ذا بادي، والكومنست تايب في الانتيريور، والكومن ديسلوكيشن الكومن كومبليكيشن بتاعته اللي هي ريكانس، ان يحصل ريكانس. ريكانس يعني يحصل له خلع متكرر في الكتف زي ما انتم شايفين اهو كده، ادي الجلينويد هنا امتي، ودي الهيد اوف ذا هيومرس، فبقى بتتخلع كتير. ليه بتتخلع كتير؟ زي ما احنا قلنا ان في حاجه، ان في ستراكشرز ستابلايزنج ستراكشر سوفت تيشو ستراكشرز حوالين المكان، سواء دي كانت روتيتور كاف،
سواء كانت الحاجة اللي هي موجودة هنا حوالين الجلينويد اللي قلنا عليها اللبام جلينويد. اللبام ده بيبقى زي الشفة كده حوالين الجلينويد بيخلي الهيد تبات جوه. فالجلينويد اما بيحصل فيه انجري في حتة معينة في الانتيريو بارت اوف ذا لبام جلينويد، تيجي الهيد تلف بدل ما تبقى محكمة جوه، يبقى عندها الجزء ده ضعيف. مع اي حركة فيها external rotation يحصل له dislocation، فيبتدي يحصل له dislocation ده كتير جدا ويبتدي يتكرر، ويبقى ايه current shoulder dislocation، وده علاجه surgical مش conservative، لان لازم اصلح الجزء ده surgery. he will never heal by its own. تاني حاجة axillary nerve injury، axillary nerve injury او فراكشر ديسلوكيشن، يبقى معاها فراكشر بروكسيمال هيومرس او فراكشر كلافيكل او سكابولا، يبقى فراكشر ديسلوكيشن واتسو ايفر الفراكشر اللي معاه، ان يحصل سوبر سباينيتس تندون افالجن اللي هو اللي كان بيسال على روتاتو كاف. روتاتو كاف دول اللي هم ايه؟ اللي هم السوبر سباينيتس انفرا سباينيتس تيز ايه ماينور، دول روتاتو كاف، ومعاهم طبعا في سب سكابولات، بس دول روتاتو كاف المينلي اللي هم السوبر سباينيتس تندون، ده اللي هو الكومن. طيب كانت شولدر ديسلوكيشن، كانت شولدر ديسلوكيشن اللي هو ديتاتشمنت اوف ذا ليبر اند كابسول فروم ذا جلينويد اللي احنا كنا بنقول. طيب وده الكلينيكال بيكتشر ازاي؟ ان هو بيحصل له كانت شولدر ديسلوكيشن ويز ليس فورس نيدد افري تايم، يعني كل ما هيبقى الخلعه اسهل من المره اللي قبلها. يعني اول ما خلص عشان الشولدر يحصل له ديسلوكيشن لازم اعمل، يبقى محتاج فورس عاليه، في فرصة حصلت وقع وقع جامدة، حد شده بشكل خاطئ جامد جدا خلع له الشولدر، فلازم يبقى في تومة حصلت جامدة جدا عشان تخلع لي الشولدر من مكانه. لا ده بعد كده هتبقى الشولدر مو ايزلي يتخلع ابطن، واحيانا ممكن يجي وهو نايم بيتقلب في السي بتاعه الشولدر بتاعه يتخلع من كتر ما بقى عنده انستابيليتي والكانس بقى عالي جدا. وده ممكن لايبل اكتر ان يحصل له اجزله يناف، لان الخلع بقى متكاثف طبيعي، اما يبقى فيه كومبليكيشن بتحصل من حاجه بتحصل من مره واحده حدوثها بسهوله ويسر كتير، ده بيخليها عرضه اكتر ان يحصل له اجزله نيرف انجري اكتر. طب ده بعالجه ازاي؟ اعرف ان انا بعالجه بعمل له حاجه اسمها بانكرت ريبير. بانكرت ريبير، بانكرت ريبير ده ايه؟ يعني شوتشنج الافالزيت ليبام، الحته اللي هي افالزد او من ليبام، وبنقول عليها هيل ساخس ليجن. هيل ساخس ليجن البانك اللي هي ايه؟ هيل ساخس ليجن يعني ايه؟ هيل ساخس ليجن دي حاجه اللي هو الافالجن اوف انتيريو ليبام جلينويد، ان الحته الانتيريو ليبام دي بقت ديسبليز، فبنقول عليها هيل ساخس ليجن. او في حاجه اسمها عمليه تانية بقدر اعملها اللي هي بوتي بلات operation، بوتي بلات operation اللي هي بعمل عمليه، بعمل limitation external rotation، بعمل بقفل الاستراكشرز كويس قوي، لان هو الشولدر عشان يتخلع لازم يتعمل external rotation، لازم يتعمل external rotation اللي هو البوزيشن اللي احنا شفناه في الاول. الشولدر عشان يتخلع انتيو، احنا خلي بالكم احنا بنتكلم على الانتيو شولدر ديستريكشن اللي هو الكومنس تايب، عشان يتخلع لازم اعمل external rotation. فقال ففي واحد فكر قال لك لو انا عملت له عمليه أليمت الإكسترنال روتيشن هقلل موضوع الخلع، دي كلها وسائل لأن أنا أقدر أقلل بيها الإنسنس أوف ديسلوكيشن. طيب هل في نوع تاني من ديسلوكيشن؟ آه في، زي ما قلنا إن في الكومنست أنتيريور، بعديه البوستيريور والسوبيريور والإنفيريور، دول بالترتيب بتاعهم، بس هو إحنا بنتكلم مينلي على الأنتيريور اللي هو اللي بندرسه أكتر. البوستيريور عايزين نعرف منه حاجتين، ان هو اول حاجه ما هوش الكومن، ودي حتى في الام سي كيو، انما بيجي لك سؤال ام سي كيو يقول لك ذا كومنست تايب اوف شولدر ديسلوكيشن از انتيو سوبيريو بوستيو انفيو، تقول ايه انتيو وانت مغمض. طيب ليست كومن تايب، ليست كومن تايب اللي هو في شولدر ديسلوكيشن، تقول له ايه مثلا الانفيو. طيب البوستيو هل ده كومن ولا ان كومن؟ ان كومن. وده عاده بيحصل اما بيحصل انترنال روتيشن جامد جدا للشولدر،
زي ما قلنا ان الانتيريور شولدر ديسلوكيشن بيحصل مع الاكسترنال روتيشن. الوال بوزيشن ان انا لما باجي احذف حاجه، لو انا في تخيل لو انا ماسك في ايديا كوره وعايز احذفها على مسافه عاليه جدا، فلازم ارجع داعي الوا واعمل اكسترنال روتيشن جامد قوي، فالشولدر يتخلع من مكانه، يتخلع من مكانه، فينتج عنه ايه؟ ينتج عن الكلام ده ان الشولدر حصل له اكسترنال روتيشن واتحرك انتيريور. طيب لو انا بقى عملت العكس اللي هو بحط ايديا ورا ظهري، زي ما وضع ان هو واحد بيتكتف ورا ظهره، الوضع ده بيعمل بيه انترنال روتيشن. الانترنال روتيشن دي بتخلع بوستيريور، وده بيحصل اما البيشنت حاجتين بنشوفهم عاده. لو المريض الابيليبسي اللي هو عنده صرع بيجي له ابيليبتيك فيت، بتلاقي البوزيشن دايما المسلز بيحصل لها كونتراكشن جامد جدا، فبيجي البوزيشن بتاعه في انترنال روتيشن، فبتلاقيه حاطط ايديه كده ورا ظهره وفي حاله فيتس وتشنجات، فده الانترنال روتيشن الجامد ده ممكن يخلع الشولدر بوستيريور. او في حالات الالكتريك شوك، في حالات الالكتريك شوك يبقى البوستيريور شولدر ديسلوكيشن ده مش كومن، بيبقى في الابيليبسي في الالكتريك شوك، والهيد بتبقى بتقعد بوستيريور للجلينويد. انا عشان طبعا ما بقدرش عشان اقدر احدد الشولدر ديسلوكيشن انتيريور ولا ذا، بشوف ده ايه، ده انتو بوستيريور فيو اوف ذا شولدر جوينت، وده مفهول ديسلوكيشن لحد دلوقتي. لكن ده بنقول عليه ما هوش انتو بوستيريور فيو، بنقول عليه اكزيلي فيو، ده بيبين لي الشولدر ديسلوكيتد انتيريور ولا بوستيريور، انتيريور ولا بوستيريور. فده الشولد ده بحدد منه ان هي دايركشن بتاعها انتيريور ولا بوستيريور من الاكزيلي فيو. يبقى انا كده خدنا الشولدر ديسلوكيشن، والفراكشر شافت اوف ذا يوماس، في حد عنده اسئله في الشولدر ديسلوكيشن؟ تمام يا دكتور. تمام، يبقى احنا ان شاء الله كده خلصنا الجزء دوت. هيبقى المره الجايه ان شاء الله هيبقى هنبتدي بقى نخش على ديستال هيوماس والقلبه والفوق. تمام يا دكتور ان شاء الله. تمام، شكرا حضرتك يا دكتور.